السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ميريبيلا. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كومبير، واحد البطاطا اللي محشوة بالطريقة التركية، كتجي رائعة بزاف، لذيذة وسهلة في التحضير. ما يمكنش شي واحد يزور تركيا وما ياكلهاش، كتجي لذيذة بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نوجدو البطاطا، غادي ناخدو هكا بطاطا تكون كبيرة، نغسلوها مزيان حيت غتبقى بالقشره ديالها، ضروري نغسلوها، ندير لها شي شبيكه هكا، نغسلوها ونمسحوها، المهم تكون كبيره. كتبقى البطاطا على حسب عدد الاشخاص. وعندنا زيت المائده وشويه ديال الملح. غادي ناخذ اول حاجه، غادي ناخذ الورق الغذائي، غادي نحطو فيه ديك البطاطا، هادي نتقبوها بشي فورشيط ولا موس، نتقبوها هكا ها باش يدخلها الطياب. غادي ندهنها بالزيت، بسم الله، غندير ليها شويه ديال الملح، رشيشه ديال الملح بحال هكا. وغادي نديرها الورق الغذائي بحال هكا. غادي ناخذ طابية ألمنيوم وغنديرها فيه، بهذا الشكل. ناخذ واحده اخرى حتى نساليو هذا العدد ديال البطاطا اللي عندنا. ملي كنغطيو هذوك البطاطا كاملين بالورق الغذائي وبابي الومنيوم، كناخذو شي طاوة ديال الفران، كنستفوهم على هذا الشكل بحال هكا، وكندخلوهم الفران يكون مسخن على درجة حرارة 200، كنشعلهم الفوق والتحت وكنخليهم يطيبوا، كياخذوا لي ما بين ساعة الا ربع حتى ساعة ديال ما كانوا. بالنسبة للحشوة كنحتاجو عندنا زيتون خضر، الطون، المايس، البصلة مقطعة، زيتون كحل، هذا الكاشير محكوك، الموتزاريلا، فرماج حمر، السلطة الروسية، الملحة والبزار، كورنيشو، جوج معالق كبار ديال الزبدة، والمايونيز والكيتشوب. على بركة الله، ها هي البطاطا ديالنا راه طابت، يلا خرجتها من الفران، راه سخونة. طيب شوية سخونة، كنحلوها من الوسط بحال هكا، الشكل وكنبداو نمعسو فيها بحال هكا. ضروري نخدموها واخا كتكون سخونه، ولكن باش منين نديرو فيها الجبن يذوب.
نديرو في هذيك الموتزاريلا فرماج حمر يذوب، نعسوها مزيان، نجرو دوك الجناب بحال هكا. كنديرو الملحه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، واحد شويه ديال الزبده، هذه زبده سبيسيال، نخلطوها مزيان هكا. من بعد كندير الموتزاريلا بحال هكا، وغادي ندير فرماج حمر. نخدمو هكا مزيان باش يدوب لينا داك الفرماج، كيعطيو واحد المذاق زوين بزاف، شي داك الجبن كي كيبقى، داك الموتزاريلا مع البطاطا كتبقى تعلق. كيجي ها كيجي معلك. من بعد ها هي كنقادوها بحال هكا، وكنبداو نعمرو الوسط ديال هاد البطاطا. هادي كنديرو عندي هنايا السلطه الروسيه اللي فيها سلطه روسيه، كنديرو فيها الجلبانه، بطاطا مقطعه، الجلبانه يا اما ديال البواط ولا جلبانه مسلوقه، بطاطا مقطعه مقطع مربعات مسلوقة، وخيزو وبصلة صغيرة، وكان كيكون كل شيء مسلوق، بطاطا مسلوقة، خيزو مسلوق، وبصلة مقطعة صغيرة، كنخلطوهم بالمايونيز، وكنديرو لهم شوية ديال الملح والبزار. هذه هي السلطة الروسية. غادي نديرو شوية ديال كاشير هكا، الحشوه كتبقى على حساب كل واحد شنو كاين، اللي كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيدير حتى خيزو محكوك، كاين اللي كيدير هذا اللي كيدير الكرومب الاحمر، حتى هو مهم كيبقى على حساب كل واحد اشنو كيعجبو. بالنسبه للكورنيشو ما غنديروش لحقاش انا ما تناكلوش، زيتون كحل زيتون خضر،
المايس و كنديرو من الفوق الكيتشوب والمايونيز بحال هكا. غادي نستمر هكا حتى نسالي هاد البطاطات اللي عندي هنايا كامل من بعد نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال البطاطا المحشوه على طريقه التركيه او الكومبير هو هذا، كتجي رائعه بزاف لذيذه ودغيا كتوجد تصلح كوجبه عشاء، راه تعجب لكم تعجب الوليدات بزاف. بالنسبه للحشوه راه يمكن تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم، كيبقى على حسب كل واحد شنو كيعجبو. ممكن تزيدوا طماطيش مقطعه ولا خيزو محكوك الكرومب، كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. انا هنا رافقتها بالخيار مقطع، مطيشه، الكورنيشو، كاشير مقطع دواور. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، كما العاده لاشكم لا فيديو عملوا لايك وسبسكرايب باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. شكرا لكم بزاف، بسلامه.